على التليفون واحد من وكلاء اللاعبين المميزين جدا، كابتن ميدو حزين. يا ميدو مساء الفل. استاذ ابراهيم، اخبارك ايه؟ اخبار معاك ايه؟ طمني عليك. كله تمام تمام الحمد لله الحمد لله. ميدو، انا كنت لسه هقول ميدو حزين وكيل اعمال اللاعب، بس احترت يعني، بصيت في الورقه ما شاء الله ليه تقريبا نص الدوري معاك ولا ايه؟ متهيألي. الحمد لله. العفو. لا الحمد لله. طيب هبتدي معاك بحسام حسن، انا عارف ان انت وكيل حسام حسن، واحده واحده بقى كده، وايه واعرف منك قصة حسام حسن ايه في سموحة تحديدا. هل هو زي ما سمعنا في عرض اماراتي، في عرض سعودي، ولا هو معروض للبيع هنا في الزمالك وفي النادي الاهلي؟ افهم منك الصورة دلوقتي عاملة ازاي بالنسبة لحسام حسن. بص يا استاذ ابراهيم، خلينا نتكلم ان ده هو في الاول وفي الاخر اللعيب سلعة، والباشمهندس فرج في الاول وفي الاخر برضو يهمه مصلحة النادي. النهارده العروض هتتقدم والباشمهندس فرج هيبدا يقول كلمته ويشوف الصالح للنادي وللولد، وهنبدا ناخد فيه اكشن يعني، سواء هنا في مصر سواء بره مصر. بس في عرض اوريدي موجود فعلا من الامارات، تمام، ولكن لسه ما دخلناش برضه في مرحله الجد يعني. ماشي، يبقى احنا عندنا رقم واحد، عندنا عرض اماراتي. طيب الاهلي والزمالك، هل هناك عروض حقيقيه نقدر نستند اليها بتصريح رسمي نقول الاهلي داخل، الزمالك داخل، ولا لا؟ برضه يا استاذ ابراهيم ما اقدرش اقول، لان انا كميدو ما اقدرش اتكلم على العرض. يبقى في عرض رسمي او مسؤول رسمي كلمني من الاهلي او الزمالك يقول لي احنا عايزين حسام حسن. عظيم. لحد وقتنا هذا كلام يعني من بعيد، كلام من بعيد. لكن حاجه رسمي طلعت من الاهلي او الزمالك لحد وقتنا هذا. حلو الصراحه دي، الصراحه والشفافيه دي حلوين، ده كلام عظيم. لسبب خلينا نتكلم يا استاذ ابراهيم. الموضوع مختلف السنه دي، لان السيزون مش باين، مش واضح الدوري هيكمل مش هيكمل. لا هيكمل، فالناس برضو لسه عامله هول. ايوه، لكن بيرتبوا يعني الامور يعني. طيب اروح لجزئيه تانية بقى، احمد رفعت مكمل في الاتحاد السكندري ولا راجع تاني لنادي الزمالك؟ هل اتفتح معاك الموضوع؟ رفعت رغبته ايه؟ اول حد وقتنا هذا يا استاذ ابراهيم، احمد رفعت لعب في النادي الاتحاد ومكمل معاهم اعارته، وهو لعيب في نادي الزمالك يعني، هو لاعب عقده مكمل في نادي الزمالك واعاره. فلحد وقتنا هذا برضه مفيش حاجه واضحه، هل هو مكمل في الاتحاد، هل هيرجع الزمالك؟ لسه الامور مش واضحه برضه الحين اما يخلص الدور الثاني. طيب عظيم. احمد حمودي في بيراميدز فعلا؟ احمد ان شاء الله مكمل مع بيراميدز وموجود، وان شاء الله اتمنى له التوفيق يعني، من اللعيبه المحترمه احمد، ولاعيب كبير يعني. بلغك انه مستمر مع الفريق ولا؟ هو موجود، احمد موجود الفتره دي، ولو في عرض بره الفتره دي الشهرين دول احمد ممكن يخرج يلعب وهيرجع على بيراميدز تاني. طيب نروح لعمرو جمال، موقفه ايه؟ هل مكمل في طلائع الجيش ولا راجع تاني النادي الاهلي، ولا عنده عروض تاني؟ لا عمرو عنده عروض فعلا، بس عمرو موجود في نادي طلائع الجيش الفتره دي، وعنده الدور الثاني، وعنده الدور الثاني مكمل وعنده عروض. في الاول وفي الاخر هنخلص الموسم ونبدا نقيم التجربه ونبدا نشوف عمرو مكمل ولا هيمشي ولا هيعمل ايه. بس برضو الموضوع يعني في ايد طلائع الجيش والنادي الاهلي طبعا. محمد عنتر، عشان انا بس لما كنت بقول لك في الاول عشان الناس تبقى عارفه، هو ما انا مش هينفع اسالك بس على لعيب واحد وانا عارف ان كل دولت معاك. محمد عنتر اخباره ايه؟ عنتر يمكن سمعنا كلام كتير عن انتقالات داخليه، مره نسمع ان هو ممكن يكون في انديه مختلفه، سمعنا بيراميدز، سمعنا بره مصر، اعرف منك برضو. بص يا استاذ ابراهيم، نفس الكلام لسبب انا النهارده نادي الزمالك ما طلعش حاجه رسمي ان عنتر يقعد او يمشي، فانا برضو ما اقدرش اتكلم على حاجه ما فيش حاجه رسمي. ما ممكن النهارده، خلي بال حضرتك اقول لك حاجه، الامور كلها هتتغير الدور الثاني. ممكن لعيب انت تكون مرشح ان هو يمشي يلعب ويكسر الدنيا فما يمشيش. عظيم. انا ما اقدرش برضه اجزم ان انا النهارده عنتر موجود او مش موجود. ممكن نادي الزمالك النهارده يجي يقول لي لا عنتر مكمل. لكن انا كشغل، انا كوكيل لاعب لازم ببقى مامن اللعيب بعرض او اثنين. كنت لسه راح اقول لك، القصه ديت، انت اكيد بتحس ان اللعيب بتاعك مثلا مش بيشارك دلوقتي في الزمالك، ودورك جنبه انك تساعده، لان عنتر من اللاعبين المميزين. لعيبه كبيره طبعا، لعيب كويس ومحترم طبعا. صحيح، فاكيد انت بتتحرك له في اكتر من 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 مكان، واكيد هو كمان كلاعب بيتكلم معاك يقول لك والله حركني، انا عايز اروح اخرج اعاره، انا عايز اتنقل كذا كذا كذا، وانت بطبيعه الحال بتعرض على النادي تقول له والله لو انتم ما عندكمش رغبه انه عنتر يبقى موجود ونطلع اعاره ممكن نطلع. مش الامور بتمشي بالشكل ده ولا انا بتكلم غلط؟
بالظبط. لا بالظبط بنشوف برضو رغبه النادي وبنشوف لو نادي الزمالك محتاجه هيكمل طبعا، ما حدش هيقدر يقول حاجه يعني. طب عشان ما اقعدش ارهقك واقعد اسالك في كل اللعيبه اللي معاك، مين اللعيبه عندك جاي له عقود احتراف او عروض عشان ابقى دقيق يعني؟ ها كده حلو كده. عروض في مصر ولا خارج مصر؟ جوه مصر وبره مصر. بص يا استاذ ابراهيم، اللعيبه كلها الحمد لله فضل ربنا عندها عروض. ربنا يا سيدي يبارك، بس اديني اسماء يعني لو عندك حد عنده عروض خارجيه او داخليه مفيش مشكله نسمع منك. يعني احنا في التوقيت اللي احنا فيه ده دلوقتي الامور والله العظيم بجد معمول لها هول صدقني مش كلام، ومفيش حاجه دلوقتي الناس بتتكلم فيها لان الدوري خلاص راجع، واللعيبه دي برده احتراما للانديه، اللعيبه دي بتلعب في انديه وفاضل دور كامل، فانا مش هيبقى من الاحترام او من الطبيعي ان انا اتكلم في لعيب عقده ساري مع النادي، يعني انا اتعلمت كده. طيب اسالك في جزئيه بقى مهمه، انت كوكيل للاعبين وبالاسماء اللي احنا عمالين يعني بنقولها دي، بتعرف ازاي توزع وقتك ومجهودك على ان انت تعرف تشوف لده اموره ماشيه ازاي؟ ده ماشي كويس جدا جدا في النادي بتاعه وهمدد له التعاقد بتاعه، وده لا ده عايز يتنقل لنادي تاني، بتعرف ازاي تعادل مجهودك ما بين كل الاسماء اللي احنا ذكرناها؟ واعتقد كمان في اكتر من الشباب الصغيرين. في يعني في الحمد لله اسماء اكتر كمان من اللي احنا اتكلمنا فيهم، بس هو الموضوع مرهق. بس انت في الاول وفي الاخر يا استاذ ابراهيم اللعيبه دي حاطه ثقه كبيره فيك، فانت لازم تبقى قد الثقه دي، فانت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تلبي لهم كل الطلبات بتاعتهم واللي هم والشروط اللي هم بيقولوها، فانت بتحاول توصل لاحسن حاجه ليهم، لانه في الاول وفي الاخر الراجل بيثق فيك، فانت لازم تبقى يعني اهل للثقه دي. وانا برضو مش لوحدي، انا معايا برضو سيد مرعي شريكي فبرضو موجود معايا يعني بيساعدني، احنا شركاء مع بعض فالموضوع ما بقاش انا لوحدي يعني. طب خليني اسالك برضو سؤال مهم قوي، بما ان انت موجود معانا وانت برضو الاسماء اللي احنا بنتكلم فيها ديت، ليه دايما الناس في السوق الكروي والسوق الرياضي دائما اصابع الاتهام الى الوكلاء ان هم اللي بيحركوا السوق، سواء على صعيد المديرين الفنيين اللي بيمرنوا، سواء على صعيد اللعيبه، ليه دايما وكلاء اللاعبين متهمين في نظر الكل؟ المشكله يا استاذ ابراهيم ان الوكيل دايما هو زي ما بيقولوا كده الطرف الاضعف في المنظومه. فدايما الناس بتيجي عليها، لا هو طبعا مفيش نادي، هقول لحضرتك حاجه، مفيش نادي هيدفع فلوس هو مش عايز يدفعها. مفيش وكيل هيحرك السوق بمزاجه، لان في الاول وفي الاخر في انديه وفي ادارات هي اللي بتقرر. انا مش هينفع النهارده ادخل على اداره نادي مثلا بتدفع قرش اقول له لا تدفع 10 قروش، ده مستحيل ما بيحصلش. ولكن هو سوق العالم كله بيتعامل كده يا استاذ ابراهيم، احنا مش في مصر بس يعني، العالم كله بيتعامل كده. طيب على صعيد تحريك السوق في اسم المديرين الفنيين، مين بيبقى المسؤول الاول على فكره طرح الاسماء؟ وليه من وجهه نظرك ما بنتحركش غير في كام اسم كده وما بيغيرهمش؟ في دي اقول لك لا، ممكن الوكلاء هم اللي بيبداوا الشراره الاولى، الستارت الاولاني ده مع الادارات، والادارات بتفكر، وبرضه لو اداره مقتنعه بكلامك وبتثق فيك ممكن تسمع الكلام ان ممكن المدير الفني ده هيصنع معاه الفارق، هو صاحب المرحله دي. فدي اقول لك لكن تحريك السوق من ناحيه الماديات وفي اللعيبه لا، مش الوكلاء اللي بيعلم، مش الوكلاء صحيح. لكن المدربين اقول لك عشان ابقى صريح وواضح معاك، ممكن الوكلاء يحركوا المدربين فعلا. طيب اخر سؤال بقى خلاص، محمد عبد الغني جدد خلاص للزمالك ولا لسه؟ ان شاء الله هيجدد باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيجدد. خلاص فاضل رتوش محمد بسيطه. محمد شرف ليه ان هو موجود في نادي الزمالك، وعلى فكره مضى على بياض للاستاذ مصطفى. مضى فعلا على بياض هو، يعني الموضوع صحيح يعني. لعيب محترم وان شاء الله باذن الله الامور ما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله. نميدو تحياتنا ليك وبشكرك ويا رب دايما موفق. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا.